أهلا وسهلا بكم طلبتي وأحبتي في كافة المراحل، وبالخصوص طلاب الثالث المتوسط ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم هو متعلق بسؤال السبيلينج، الإضافات. نتناول بهذا الموضوع جمع الأسماء، كيف نجمع الأسماء، يعني المفرد نحوله إلى جمع. ما هي الخطوات، ما هي الطرق، ما هي القواعد، سنتناولها اليوم بشكل مبسط كما عودناكم. النقطة رقم واحد، نجمع الاسم المفرد بإضافة اس إلى نهايته، مثل car cars، شوف باللون الأحمر، book كتاب، books كتب، door باب، doors أبواب. ثانيا، الأسماء المنتهية بالحروف ch sh double s s x z أو z، نجمعها بإضافة es، watch ساعة منتهية ب ch، watches ضفنا لها اي اس يا شباب، dish طبق او صحن dishes منتهي ب اس اتش ضفنا لها اي اس، glass glasses، bus buses، box boxes، fez fezes. زين، ثلاثة، الاسماء المنتهية بحرف واي وقبله صحيح نقلب الواي الى اي ونضيف اي اس، story stories منتهي الكلمة قصة story بالواي مسبوقة بالآر اللي هو صحيح، قلب الآر الواي إلى آي وجمعناها بالإي إس، baby طفل babies همين الواي مسبوقة بحرف صحيح قلبت الواي إلى آي وضفنا الإي إس يا شباب. زين، قاعدة الرابعة، إذا كان الحرف واي مسبوق بحرف علة فنضع اس فقط بدون تغيير، مثل بوي ولد، هذه الكلمة منتهية بالواي مسبوقة بعلة، فإذا بوي بويز بدون ما نقلب الواي، داي يوم، دايز أيام. زين، خامسة، إذا انتهت الكلمة بالحرف اف أو اف اي فنقلبهما إلى في ونضيف الإي إس، مثل كلمة نايف سكين، نايف تصير نايفز لأن الإف إي تقلب إلى في ونضيف الإي إس. بعد، ليف ورقة، ليفز أوراق، وطبعا هاي القاعدة إلها شواذ، وهناك شواذ لهذه القاعدة كتبتها بالوصف في أسفل الفيديو، إن شاء الله بأسفل الفيديو كتبت لك هذه الشواذ. سادسا، الأسماء التالية نجمعها جمعا شاذين، يعني هاي كلمات شاذة عن من؟ عن القواعد الخمسة الماضية هذه، مان رجل مين، ومن امرأة ومن، نساء فايرمان رجل إطفاء أو رجل حريق فايرمان. زين، طبعا هذه وجود كلمة مان وومن، مان رجل وومن، اكو كلمات كثيرة مركبة من عتهن، بزنس مان رجل تجارة او رجل اعمال، بزنس وومن امرأة اعمال تصير بزنس وومن، وهكذا تركب الكثير من هذه الكلمات، هم اكتبها بالوصف ان شاء الله. زين، توث سن بيها دبل او انقلبت الى دبل اي تصير تيث اسنان، فوت قدم فيت أقدام، جوث اللي هي يوزة يعني نوع من أنواع البط، يوز أوكس ثور، أوكسن ثيران، الثور منتهي بالإكس أضيفت له إي إن أضيف له إي إن، ماوس فأرة، مايس فئران أو فأر، لاوس قملة، لايس قمل. شوفوا الماوس الـ O-U-S قلبت إلى I-C، واللاوس قملة O-U-S، لاوس قملة قلبت إلى لايس، نخليه. زين، ماوس مايس لاوس لايس، انظر الوصف لمزيد من الشرح وكذلك تمارين. مرحبا بكم مرة أخرى طلبتي الأعزاء، ونكمل تمرين بجمع الأسماء. وزاري من 30 كلمة، حاولوا نحلهن سوية وتنتبهون عليها. بداية يعطيك هذا المثال ويريدك تسوي مثله، ولكن خو مو كله ياخذ اس الجمع،
لا، لازم نشوف القواعد الباقي. فالأولى بوت بوتس، قارب قوائم. زين، هاوس بيت، شو تصير؟ هاو سيز، هاوزز يعني ضاف لها يا شباب، ضاف لها اس الجمع. كي مفتاح، هذه حرف الواي مسبوق بعلة، إذا ما نغير أي شيء نقول كيز. زين، برش، فرشة أسنان منتهية ب اس اتش، إذا برشز. كات قطة، ما عندنا مشكلة وياها، كاتس. زين، ريفر نهر، أيضا ما عندنا مشكلة وياه، ريفرز أنهار. زين، عندنا باز منتهية بدبل زي، منتهية بدبل زي، إذا إحنا نضيف إي إس. بص اللي هو الباص أو حافلة النقل، منتهية بالإس، إذا نضيف أيضا إي إس. زين، ظالي اللي هو شني، اللي هو الوادي، منتهية بواي مسبوقة بعلة، إذا فاليز، ما نغير أيش. زين، عندنا وش، هذه وش يعني أمنية. زين، منتهية بأس اتش، إذا نضيف إي إس. أس اتش، إيش تاخذ؟ تاخذ إي إس. زين، رقم 11، نمبر 11، بيتش اللي هي نغمة موسيقية أو هذه طبقة الصوت، منتهية بسي اتش، إذا تاخذ شنو؟ تاخذ إي إس. زين، بوكس منتهي بإكس، إذا طبيعي إحنا إيش راح نضيف؟ نضيف إي إس أثناء الجمع. بوكس صندوق، صناديق. واي منتهية بواي مسبوقة بعلة، إذا نضيف إس فقط. فوكس ثعلب، إذا فوكسز منتهية بإكس، ثعالب. بيني اللي هو هذه العملة البريطانية، هذه إلها جمعين، بس هسه إحنا على القواعد مالتنا، بما إنه هي منتهية بواي وهذا الواي مسبوق بعلة، إذن pennies. زين، هي إلها pence أيضا، pence أيضا تصير. wife منتهي ب fe، يقلب ال fe إلى شنو؟ إلى v، ونضيف es، يقلب إلى v، ونضيف es. زين، match كرة قدم أو عود الثقاب، منتهي ب ch، إذن على القاعدة مالتنا شو نسوي؟ نضيف es. سباي جاسوس، منتهي بواي والواي مسبوق بحرف صحيح، اذا يقلب الواي الى اي ونضيف اي اس. بيرسون شخص، واحد، طبعا اشخاص ممكن بيرسونز، بس هي اللي جمع الموجود عندنا يصير بيبل، بيبل يعني يصير ناس، البيرسون لان شاذ الكلمه تصير بيبل. سيتي منتهيه بحرف الواي والواي مسبوق شني؟ بصحيح، اذا تقلب الواي الى اي ونضيف اي اس حسب القاعده. هذه 20 كلمه. هسه ننتقل إلى تكملة من 21 إلى 30، نغير القلم اللون. half نصف، half وهي الـ L ماي اللفظ، والـ F يقلب إلى V E S. halves. daisy يقلب الـ Y إلى I ونضيف E S. القاعدة، لماذا؟ لأن الـ Y مسبوقة بصحيح. goose وزقت لكم عليها بالقاعدة، هاي شاذة تصير قيس، تلفظ سي يا شباب، قوس قيس. فش سمك، هاي شاذة تبقى فش، وإلها صورة ثانية اللي هي شني؟ فيشز، بين بعض الناس في بريطانيا أو في أمريكا يقول فيشز، بس احنا على القاعدة مالتنا نقول فش. جيرني رحلة، جيرني رحلة تصير جيرني ونضيف لها اس، لأنه الواي مسبوقة اي بحرف عله. لايف تقلب الاف الى في ونضيف اي اس. فاكتوري مصنع، تقلب الواي الى اي ونضيف اي اس، تصير فاكتوريز مصانع. هورس منتهي باي، نضيف اس فقط. هورس فرس، هورس تصير هورسز خيول. فاميلي عائله، فاميليز تقلب الواي الى اي ونضيف اي اس، لان الواي مسبوقه بحرف صحيح. واخيرا الف تقلب الاف الى في ونضيف اي اس.
والإلف هو القزم اللي هو small creatures، أو أحيانا يسمونه الجني الصغير. شكرا لكم ولإصغائكم. معكم مدرس اللغة الإنجليزية أمير الخفاجي.